مع حضراتكم تفاصيل أكثر من سيادة اللواء أمين عز الدين مدير أمن اسكندرية. مساء الخير يا سيادة اللواء، برحب بحضرتك. أهلا، مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا سيادة اللواء، يا ريت تقول لنا المشهد كان في اسكندرية إزاي النهاردة؟ هو حاليا طبعا المشهد العام هدوء الحالة على مستوى مدينة الاسكندرية بالكامل، والحياة تمر بصورة طبيعية. إنما هو كان برضو بعد صلاة الجمعة النهاردة خرجت مسيرة في دائرة اسم أول ممتازة كده عند منطقة الحي، ومسيرة في منطقة جامع يحيى في الرام الأول ومن الإخوان المسلمين. حصلت أثناء سير المسيرات ده اشتباكات مع الأهالي بسبب الشعارات اللي بيرفعوها وبسبب الحفاظ المسيئة اللي بيقولوها. كانت قوات الأمن بالقرب وقامت بالتدخل، وتم الفض وضبط 10 من العناصر المعارضين اللي هم بيسيلوا الشغب، وحدث إصابة الاثنين بجروح قطعية تم نقلهم للمستشفى. وكان برضه في برج العرب مسيرة كده من جماعة الإخوان المسلمين في منطقة برج العرب، وبرضه حصلت مناوشات ما بينها وبين الأهالي، تدخل الأمن وقام بالفض. ضبطنا العربية اللي كانت شايلة السندات واللي كانت بتقود المسيرة وجرى العرض فيها على النيابة، وحاليا هدوء الحالة على المستوى العام الحمد لله. وقوات الامن بالاشتراك مع القوات المسلحه تقوم بتمشيط كافه المناطق مدينه الاسكندريه. عظيم، انا بشكرك سياده اللواء امين عز الدين مدير امن اسكندريه على وجود حضرتك معانا.